السنين اللي فاتت مصر حصل فيها ما لم يحدث في أي قطر آخر وما لم يحدث في مصر أصلا في تاريخها الحديث كله. كتير قوي اختلفنا وكتير قوي اتخانقنا وكتير قوي أفكارنا تضربت ونتفق وبعد كده نختلف. إلهام شاهين أنا مش عايزة أتكلم على جزء صعب جدا مرت بيه، أنا عايزة أتكلم على جزء ناس كتيرة ما تعرفوش. الناس بتاخد تصريحين ثلاثة أو رأيين ثلاثة قالتهم إلهام شاهين وبيتعاملوا معها لأنها صاحبة موقف سياسي متعنت. اللي ما يعرفوش الناس دي إنه إلهام شاهين لما بتبقى في أي محفل فني لما بتلاقي زمايلها اللي هم ممكن يكون رأيهم على النقيض منها، اللي ممكن يكون اختلافهم يسبب مليون خناقة، اللي ممكن يكون بدا من بعيد ان هم مفروض يقطعوا بعض، لا تتخيلوا الحنية والابتسامة والود والدفء اللي بتاخد بيه زمايلها دول. يعني الناس احيانا لما بتشوفها وهي بتعبر عن رأيها يقولك اه دي هي مقسمة الناس وده كذا وده كذا وده معايا في الرأي وده ضدي في الرأي. ابدا، انا شفتها في اكتر من مهرجان وشفت سلامها وحميميتها وطيبتها وهي بتكلم ناس يمكن يكونوا في الخط السياسي أعداء، إنما هي بتقيم الناس بالإنسانية. الوجه ده مش ناس كتيرة تعرفه عن إلهام شاهين، وللأسف حطوكي في نمط مالك. لا أنا مبسوطة من كلامك قوي يا منى. أنا بشكرك. ساعات الناس تحط كده. لا أنا أغلب الوقت العادي اللي انا دايما بتوقعه ان انا على طول بتفهم غلط، فلما بلاقي حد فاهمني بيحللني وبيقول حاجات انا ما اعرفش اتكلم عن نفسي يعني اقول انا ايه او مع الناس ايه، ببقى سعيده. فالكلام طبعا يعني بيأسن. انا هقول لك على حاجه، انا هقول كلام بس مجعلص شويه بس لمده قصيره. احنا في لحظه فيها اقصاء كتير، يعني كل واحد يعني كل واحد كلنا اي حد له وجعته وله مشكلته له افكاره. إلهام شاهين في ناس ممكن تحطها في الخانه الاقصائيه ان هي تقول لا انا مش عايزه فلان، العكس تماما. هي اكتر واحده عندها محبه للناس، الست دي ما بتقيمش الناس على ارائهم السياسيه على عكس ما يبدو. انا ساعات لما بفكر يعني بزعل انه ممكن عشان انت قلتي راي سياسي يعتبروكي انك بتقصي الاخرين. بالعكس، ده في اخرين هم اللي بيقصوا وانت دايما بتبادليهم الود والمحبه. انا شفتك وانتي بتسلمي على خالد ابو النجا، شفتك وانتي اي حد ممكن يعرض عليكي دور مع عمرو واكد مثلا تمثلي معاه. يعني مثلا اتضايقتي لما خالد ابو النجا اخذ جائزه احسن ممثل في مهرجان القاهره السينمائي. طب انا اقول لك حاجه، انا كنت عضو لجنه تحكيم في المهرجان القومي للسينما المصريه اللي كان من شهرين. انا كنت عضو لجنه اللي هو رئيس لجنه التحكيم يحيى الفخراني. ايوه انا كنت عضو لجنه تحكيم مع الدكتور يحيى الفخراني، وخالد ابو النجا خد برضه جايزه احسن ممثل لانه ده حقيقه هو عامل احسن دور. نختلف معاه في اراء ده حاجه، لكن انه فنان فعلا قدم فن محترم وقيمه وهو احسن دور في الموجودين لازم ياخد جايزه. والا بقى بصي يعني اي جوائز ممكن ده كلام الفنانين بجد. يعني هو يعني انا اسفه، ما هو الفنان مش عشان يعمل اي حد مش عشان يعمل نفسه وطني يقعد يقيم الناس بناء على رايهم السياسي. انت فصلتي رايك ورايه مختلفين بس اداؤه حلو يبقى ياخد الجائزه. طبعا فنان جامد جدا ومختار افلام محترمه وعامل اجمل دور فعلا في الافلام اللي تقدمت لينا في المسابقه، فلا يستحق الجائزه. لازم نفصل الامور دي. وبعدين انا كمان مش ضده انسانيا، مش بس فنيا، انا انسانيا مش ضده. انا ممكن اختلف معاه في اراء سياسيه، هو حر وانا حره، كل واحد عنده قناعاته، لكن مش معناه ان احنا نكره بعض او نعادي بعض او نتخانق مع بعض او ان انا ما اتمنالوش الخير حتى لو اختلفت معاه. لا قال لك صور في جنازه العظيمه فاتن حمامه. كنت بتعيطي بس كالعاده انت بتعيطي كتير عادي جدا. عادي يعني نكديه ولا ايه؟ لا دي زي ما قلت دمعتك قريبه ودمعتك صادقه. خلينا نشوف جزء من جنازه العظيمه فاتن حمامه. قوي قوي كانت جميله كانت جميله.
دي احلى حاجه في الفيلم. طيب احكي لي عن اليوم ده. ده يوم كئيب وحزين جدا جدا على كل اهل السينما. فاتن حمامه هي مش مجرد فنانه اصلها، هي رمز. حبيبتي الله يرحمها، الله يرحمها ويحسن اليها، هي رمز وقيمه كبيره. ده اخر لقاء كانت في وسط الفنانين لما قابلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يبقى رئيس، لما كان بيعمل لقاءات كمرشح رئاسي. ف انا استقبلتها على الباب وقالت لي تعالي بقى خديني جنبك حبيبتي، تعبانه ومش عايزه تقف كتير عشان هيفضلوا يقفوا الناس تتصور معاها، يعني الفنانين طبعا فرحانين بوجودها. فخدتها وقعدتها على الترابيزه وقعدت جنبها وبقيت انا اللي اغلس على الناس، كل يجي ما تتعبوش مدام فاتن مش هتتصور. هي طبعا لطيفه ومبتسمه للناس بس انا اللي قعدت ابعدهم عنها، ويمكن كتير من زمايلي زعلوا في اليوم ده بس كله كان فرحان بيها قوي. وبعدين الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما دخل عشان يقابلنا وقعد كده على منصه كده، عم بس قال الله فين الاستاذه فاتن حمامه، قالوا انها موجوده في الترابيزه، احنا قاعدين في ترابيزه في الطرف خالص بعيد مش في النص يعني مش قدامه. نزل من مكانه وجي لغايه عندها. دي الاستاذه فاتن حمامه، انا جاي لك. لإعادة عمل فيلم إمبراطورية مين؟ أنا اللي خسرانة بقى الوحيدة في الحكاية دي، لأن أنا كنت هشتغل في هذا العمل، كنت هطلع بنتها. أنت عندك معلومات طبعاً من طبعاً عمر. عندي كل المعلومات. مش قادرة أقول لك كنت طايرة إزاي، فرحانة إزاي، ومكتمة على الخبر خايفة لا ياخد عيني يتقرى عليه ما يحصلش. أنا بكلمك جد يعني، أنا ما قلتش لحد خالص ولا كانت قلت الخبر في أي مكان. كانت الفكرة الأساس إنه مدام منى اللي هي في إمبراطورية ميم ولادها دول كبروا وهي بقت الجدة، والأبناء اللي هو إحنا بقى الجيل اللي هم اللي هنبقى أولادها وفي أحفاد، يبقى استمرار للفيلم الأصلي. كانت إلهام شاهين مرشحة لدور بنتها. أنا هبقى بنتها، فكنت فرحانة فرحة، لأن انا بدايه شهرتي وان الناس تعرفني وان انا يبقى ليا تواجد في الفن، كان الجزئيه دي اللي هي الناس كانت بتقول لي انت شبه فاتن حمام. انا كنت في معهد فنون مسرحيه، معهد فنون مسرحيه، البنت اللي في سنه اولى اللي شبه فاتن حمام ما يعرفوش اسمي انا. لسه ما حدش يعرف اسمي. وانا في سنه اولى كان في حفله كده وتعزمت فيها وكانت موجوده فيها مدام فاتن، فاول ما شافتني قالت لي تعالي تعالي، ايه ده انت شبهي اكتر من بنتي. فقالتها في وسط كان يعني تجمع كبير، فالناس دي كلها خرجت حكت، كل واحد خرج قال لناس، من هنا انتشرت يعني، هم خدوها على لسانها وبدا يقولوا ده في بنت جديده وفي سنه اولى في معهد فنون مسرحيه شبه فاتن حمام. بدا يجي لي سيناريوهات على هذا الاساس، الناس حتى ما تعرفش لما اتعرض عليكي بقى عمل امبراطوريه مين اللي هو الجديد. كنت طايره من الفرحه الحقيقه يعني، لان كنا كل ما نتقابل، هي طبعا بنتقابل في مناسبات، لما بتشوف لي عمل تكلمني ودايما تنقدني يعني تقول لي ايه الصح وايه الغلط وايه اللي لازم اعمله، ولما اعمل حاجه كويس تبقى فرحانه بيا قوي. وحتى في مواقفي في تصريحاتي يعني الفتره الاخيره والفتره اللي كان عندي قضايا مع الاخوه اياهم، كانت تكلمني وكانت عارفه سبورت ليا جدا، وتقول لي انا بقعد مع ناس وابقى فخوره وانا بسمع بيقولوا عنك ايه ووقفتك دي وحاجات كده. فهي طول عمرها بتشجعني، بتشجعني فنيا وبتشجعني انسانيا وبتنقدني جدا. وفي كل مره نتكلم اقول لها بس انا مش هاممني اعمل اي حاجه الا لما اشتغل معاكي. لا انا هقول حاجه اكتر، اشتغل معاكي ده الاستاذه المنتجه النجمه اللي واللي واللي قالت لهم لو اخدت الدور ده انا مش عايزه فلوس، انا مش عايزه حاجه، انا بس عايزه امثل الدور ده مع فاتن حمامه. فاتن حمامه ده يعني حقيقي. على فكره سلمت يعني، كان ممكن يديله فلوس بس انت قلت له مش عايزه. انا عايزه اشتغل معاها، عايزه اقرب منها والله. طب عايزين
نشوف كده إلهام شاهين في أول دور مثلته ونشوف فعلا كانت شبه فاتن حمامة ولا لأ. كان فيلم اسمه إيه؟ فيلم اسمه أمهات في المنفى؟ لا. أول دور؟ كان في فيلم كده اسمه غريب قوي. لا هو إيه؟ راجل اسمه عباس. ياه. لقطة. خلينا نشوف اللقطة دي. صحيح إن هي لقطة بس نستعيدها. الدور اللي انا بحس ان احنا في حاجه من بعض، لان انا واضح ان انا كنت متقمساها في الدور ده. كان في مسلسل اسمه البراري والحمول، فنانه فاتن حمامه قدمته في الاذاعه، وبعدين اتكتب لها عشان تعمله تلفزيون، كتبه الله يرحمه الاستاذ سمير عبد العظيم، وقعدت قعدات كتيره جدا لدرجه قالوا لي في جمل هي اللي قايلاها ان دي مناسبه على لسانها، مكتوبه على لسانها يعني. وبعدين بنوا الديكورات، كان اول ديكور في مدينه الانتاج، اول ديكور كان لسه مدينه الانتاج ارض فاضيه وهيبنوا اول ديكور فيها وعايزين يفتتحوها، والرئيس يجي يفتتحها بعمل لفاتن حمامه، فكان بمسلسل براري والحمول. هو مسلسل في قريه فلاحين يعني طلع فلاح، فبنوا بس الحي الريفي فقط، فجت تعبت وديكور اتبنى والرئيس لازم هيجي يفتتح المدينه، فقالت لهم انا مش قادره انزل اعمل المسلسل، بتنازل عنه بس بشرط انه ده يكون لالهام شاهين. كلموني من بيت مدام فاتن وقالوا لي مدام فاتن مرشحاكي للبراري والحمول، قلت لهم هعمل بنتها، قالوا لها تعملي دورها. معقول يا جماعه انا عماله اقرا ان هي نازله هتعمل براري والحمول؟ فودوني مدام فاتن، قلت لها ده انت تأمري، مش عايزه فلوس ببلاش، معقول فاتن حمام رشحاني اعمل دورها؟ فطبعا احترمت ده جدا واجتهدت قوي في الدور، بس لان انا حتى في دماغي فاتن حمامه ولان انا سامعاها اذاعه، انا فعلا العمل الوحيد اللي وانا بتفرج بحس انه شبه فاتن حمامه بجد. سلامتك يا عبد الرازق افندي، سلامتك من قلت يا اخويا، ان شاء الله عدوينك ان شاء الله اللي يشوفوك وما يصلوش على النبي. اقول لك شي، انا جايه حالا، خد نص الليمونه دي لحد ما اجي، الليمون يقتل المرض. عفن يا زهي. جايه حالا يعني انزهي. انما الهام شاهين لما والدتها رحلت من كذا سنه، اللي يعرفوها يعرفوا قد ايه ان هي ظهرها اتكسر، وقعدت تقول كلام. انا مره وقلت لي كلام غريب جدا، قلت لي بقعد يعني كلام اقرب للهلاوس، قلتي انا لما بقعد في الكنبه كده والبس لبس امي بحس ان انا امي. اتكلم صورتها. طبعا وفاه ماما اكيد كسرني جامد يعني، و يعني كنت اتمنى ان انا ما بقاش موجوده في الدنيا بعدها بجد حقيقي، ولا زال ده جوايا يعني، لما بتحط في حاجات فيها خطر او حاجه يقولوا لي ده انت ممكن تموتي، ايه اللي بتعمليه ده، انت ممكن تتقتلي، اقول لهم وماله، مش متكلبه على الحياه خالص يعني. من بعد رحيل مش فارقه معايا، بعد رحيل ماما مش عارفه ليه ما كنتش متخيله ان انا ايه ممكن افقدها. ما ينفعش اعيش في الدنيا من غيرها يعني. احنا كنا عاملين زي التوأم، ممكن تشوفي في الصوره احنا شبه بعض قوي. افتقدتيها قد ايه في المحنه اللي فاتت؟ انا مفتقداها طول الوقت، انا طول الوقت مفتقداها، لو في محنه، لو في حاجه تفرح، حتى لو موجوعه يعني ولا مثلا ساعه القضيه وانت كنتي مقاتله قويه وشرسه وقررتي انك تلجئي للقضاء واخدتي حقك وكل الناس ايدتك في ده، على فكره المنطورين بس هم اللي ما ايدوكيش، انما بقيه الناس حتى اللي مختلفين معاك سياسيا كانوا مأيدينك. انت قلتي لا انا هاخد حقي بالمحكمه. اثناء المعركه دي
اللي كان فيها جوانب مؤذية جدا، مؤذية جدا لأي حد. ما قلتيش كويس إن هي يعني كنت عايزاها تبقى موجودة ولا مش موجودة؟ لا تصوري، لا أنا قلت الحمد لله إنها ماتت قبل ما تشوف ده، قبل ما تشوف ال 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 الحالة اللي أنا كنت فيها، لأن أنا كنت في حالة سيئة جدا وماما ما كانتش تستحمل ده، ما تقدرش تشوفني وأنا ب ب بالألم ده، يعني أنا كنت متألمة حقيقي يعني، لغاية لما خدت حقي طبعا والوجه الإهانات ده اتسجن. فأنا وقتها طول الوقت بقيت أقول إيه، الله يرحمك يا ماما، الحمد لله إن أنتي مش موجودة في الدنيا عشان ما تشوفيش القرف اللي احنا عايشين فيه ده، ما كانتش تستحمل. فلا يعني ما احتاجهاش في ده. انا بالعكس انا لما احس بلحظه حلوه اقول يا كانت هتفرح، انا ما كنتش عايزاها تقعد جنبي في الدنيا عشان تتغم على القرف اللي انا فيه، انا كنت عايزاها تفضل في الدنيا عشان احاول اساعدها، عشان احاول اعمل لها حاجه حلوه، بس ما لحقتش. عملت لها ايه طيب؟ عملت لها ايه بعد ما مشيت؟ يعني هو اللي بيفضل للواحد بعد ما يتوفى ان يبقى عنده ابن يدايله. اصل ماما كانت بتحب العمرة قوي، وهي لما توفت كانت في عمرة ورجعت الاربع بالليل، في نفس الليلة دخلت المستشفى تعبت، وتاني يوم الخميس بالليل توفت، فما لحقتش. وحتى قبل عمرة كانت تعبانة، وقعدت اقول لها ما تسافريش، فاصرت قالت لي لا دي الحاجة الوحيدة اللي بحبها فسيبيني اعملها، وبعدين لما ارجع ابقى اشوف الدكاتره والحاجات دي. فلقيت بما ان ده اكتر حاجه هي بتحبها، ان انا كل سنه في عيد الام الهديه اللي انا اعملها لها، ان كل سنه في عيد الام انا اكون في الكعبه بعمل عمره لامي بهديها ليها، يعني فعلا دي هديتي ليها في عيد الام. يا رب يقدرني ان انا افضل اعمل ده لحد ما اموت وحصل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عن سيئاتها وسيئات الجميع. لا يرحم. لكن كل الدنيا كوم وهي كوم لوحدها. الأم دي اللي يعرف، يعني أنا أقولها نصيحة لكل الناس، استثمر وقت وجود أمك في الدنيا، لأن عمر ما تلاقي حد يحبك زي أمك. يعني أنا بندم أقول إيه، كان نفسي أقعد معها وقت أكتر، ليه كنت بخرج كتير، ليه كنت مثلا من الشغل وبعدين بعد الشغل مش عارفه عندي ايه وبسافر كتير وبروح وباجي، ليه وانا في البيت مثلا اقعد في اوضتي، اقعد اقرا مثلا في اوضتي وماما مثلا قاعده بره، طب ما اخرج واقعد معاها. يعني الواحد بيتصور انه الناس اللي بنحبهم هيفضلوا معانا طول الوقت، فما فيش مشكله، يعني انا مش شايفاها دلوقتي، ما انا هشوفها تاني، ما لسه في وقت جاي. ده اللي انا ندمت عليه، ان كان لازم يعني اديها وقت اكتر، ابقى كويسه معاها اكتر، لان برضه انا يمكن كنت بدلع عليها قوي، يعني لان عمرها ما بتزعل، يعني ما بتزعلش مني ولا من اخواتي، يعني عارفه حد حنون قوي، بيدي عطاء 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 بلا حدود. حقيقي الامومه دي حاجه عظيمه. ربنا يرحمها ويرحمها. منديل، معلش بعد منديل. منديل يا استاذ، اتفضل. كتر خيرك. وانت بقى بتعيطي كم ساعه في اليوم؟ احنا في الحلقه، احنا في الحلقه دي عينيكي دمعتي 15 20 مره. هي حلقه من الشجن، لان احنا بنجيب سيره ماما وسيره الاستاذه العظيمه فاتن حمامه، ولسه راحلها برده ما اثر فينا يعني، وجعنا كلنا يعني، كل الفنانين الحقيقه مش انا بس. على فكره الهام شاهين في ادوارها عظيمه بقى في الموضوع ده، اي حاجه فيها مشاعر وكده في ثانيه يعني كده. وبعدين انا مره جوايا وجع كافي يعني اهني للمشاهد دي. احنا هنعرض لك مشهد من 1-0، بس انا هقول لك تعليق سمعته من، والله من مخرج محترم جدا في السينمائي، كان بيتفرج على فيلم وبعد كده كان في مشهد عياط، انت مش في فيلم، في بطله ثانيه يعني ست بطله محترمه يعني، فمشهد عياط، قال لا العياط ده كان عايز الهام. لا ده كده يعني ايه أستاذة النكد يعني. لا حرام عليكم. لا والله كملها بشكل إيجابي، إنه لا يعني والله. المشاعر دي، تدفق المشاعر والعياط ده كان محتاج أستاذة إلهام. خلينا نشوف 1-0، واحد من أجمل الأفلام ومن أجمل الأدوار اللي مثلتها إلهام شاهين. طبعا هيلزموك في إيه، الخلفة والجواز؟
ما انت تفضل تجري ورايا طول ما انت ضامن اني مش قادره اتجوز، واول ما يبقى تصريح الجواز مضمون عايز تجري وتسيبني يا شريف. انا هسيبك هسيبك يا نيفين. هتسيبني هتسيبني يا شريف؟ هتسيبني عشان حامل يا شريف؟ لا يا نيفين، عشان ما بقناش ننفع لبعض، كل واحد فينا عايز حاجه غيرنا. ليه يا شريف؟ ايه اللي انت عايزه مش لاقيه معايا؟ طب انا عارفه انا عايزه ايه، انا عايزه ابقى وانا عايزه ابقى اب يا نيفين، بس مش بالطريقه دي. البيبي ده لازم ينزل. شريف الطفل ده بالنسبه لك مش هيفرق حاجه، لكن بالنسبه لي كل حاجه. انت ليه مستكتره عليا؟ ده انا ما صدقتش نفسي لما عرفت اني حامل، كنت هطير بالفرحه. وانت ببساطه كده ببساطه تقولي روحي نزلي البيبي؟ لا يا شريف لا، مش هنزله، ده هيفضل بيك ومن غيرك هيفضل. مش مش عاجبك يا شريف امشي امشي وخلاص امشي. طب انتوا اللي جايبيني مشاهد كلها نكد وجايبيني تنكدوا عليا في الحلقه دي. احنا قصدي يعني خد انتوا عاملين خط عليا. لا حلقه ميلو دراميه جدا يا منى. لا انت يا كاري انت حد صادق جدا وشفاف جدا، وفي ناس كتير هتقول او كان تتوقع ان انا اسال الهام شاهين في السياسه وفي الاراء السياسيه وفي الخناقات، انا مش هعمل ده. احنا قلناها كتير. مش بس كده، لا هروبا ولا رفضا للتكرار، لان انا عندي قناعه وبرضه انا حر فيه طبعا، انه اقوى شيء في هذه الانسانه هو تمثيلها وحبها للسينما وعطائها لها. انا ارى ده، انا شايف ان هي صادقه جدا في ادائها وفي محبتها لكل عناصر صناعه السينما. واحده لا تحمل الا الحب والتعاطف لكل زمايلها وحتى اللي ما تعرفهمش. يمكن نكون الاراء السياسيه بتروح وبتيجي، وبعدين انا هقول لك على حاجه او هقول للمشاهد على حاجه، هذه السيده اتاذت بشكل ما فيش حد يقدر يعني يتحمله. انا ارى انه الجوهره في الهام شاهين هي الانسانه والفنانه اللي مع زمايلها ومع جمهورها ومع قرايبها، عشان كده مش عايزه اتكلم في السياسه خالص ومكتفيه بالجوهره الفنيه والانسانيه اللي اسمها الهام شاهين. والله يعني بجد بشكرك، يعني انت كلامك حقيقي جميل يعني ومؤثر فيا جدا. بس حتى الاراء اللي انا قلتها، يعني انا كنت ضد حكم الاخوان تماما، واعتقد ان مع الوقت يمكن في ناس وقتها كانوا مختلفين، في ناس موافقين عليه وفي ناس ضد، بس مع الوقت اكتشفنا حجم المؤامرة اللي اتعملت علينا، وان المسألة ما كانتش ولا حاجة عشان دين ربنا، ولا هي الحكاية كلها كانت مصالح. انا بقول رأس مالكو الفنانين والمبدعين هو ابداعكو، الحياة بقى فيها اختلافات، فيها مع وضد، فيها غلط وصح. أكيد الإبداع أكيد. والفن هو رأس المال، بالذات لحد محب لمهنته وعايز بيقولوا بالإنجليزي pay back، إنه يرد الجميل أو إنه يدفع لها تاني، زي ما قال طارق الشناوي نموذج لا يتكرر كثيرا في عالم السينما. إلهام شاهين نمسك الخشب عندها فيلمين، ريجاتا وهز وسط البلد، ودخلة بفلوس كتير قوي 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 استلفتها من كل حتة عشان تنكب كل رجالة. بشكرك شكري جزيلا.